مقارنة بما نمر فيه اليوم، كثيرون يظنون أننا إن عدنا عاما واحدا إلى الوراء نعود إلى النعيم، لكن ماذا لو عاد هؤلاء إلى زمن كانت سويسرا الشرق لقبا فعليا لا فخريا؟ يومها ازدهر القطاع المصرفي لدرجة بات لبنان مركزا ماليا للشرق الأوسط، وكان المصرف المركزي يشتري الليرة للحد من قوتها أمام الدولار. يوم كانت الليرة بخير كان الحد الأدنى للأجور يعادل 2400 دولار، ما جعل من لبنان ثاني أعلى دولة في الشرق الأوسط من حيث الدخل الفردي. عام 63 احتلت بلاد الأرز المركز الرابع عالميا في النمو الاقتصادي بعد الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا، إذ فاق المعدل السنوي للنمو 7%. تخيلوا أن البلد الأكثر مديونية اليوم كان قبل الحرب الأهلية دولة دائنة لبعض الدول العربية. تخيلوا أن من يشحذ اليوم على باب صندوق النقد الدولي كان يومها بلدا دائنا لصناديق التمويل. صلابة اقتصاد لبنان انسحبت على مواقفه. عام 58 شكلت وحدة سوريا ومصر ما عرف بالجمهورية العربية المتحدة. يومها طلب الرئيس المصري جمال عبد الناصر أن يلتقي الرئيس اللبناني فؤاد شهاب. رد شهاب: أنا لا أذهب عند أحد. فنصب خيمة في منطقة وادي الحرير عند الحدود السورية اللبنانية. جلس شهاب في الجانب اللبناني وعبد الناصر في الجانب السوري. إلى هذا الحد كان لبنان صلبا في مواقفه وقادرا على فرض شروطه، أما اليوم فبات مسؤولو الداخل تلامذة عند مسؤولي الخارج. بين العصر الذهبي واليوم عمر من الخسارة، تهشم فيه كل ما كان جميلا، خذلنا الجميع إلا من احتضننا صوتهم في عز الخوف. بعدما فرقتنا الحرب الأهلية شرقية وغربية، قالوا إن الطائف يجمعنا، فطافت البلاد بالنزاعات الطائفية ولا تزال. قالوا إن بيروت باريس الشرق، فبات المغتربون اللبنانيون يعتصمون في باريس الغرب احتجاجا على أوضاع بلدهم الأم. قالوا إن لبنان سويسرا الشرق، فنهبه مسؤولوه وهربوا أموالهم إلى سويسرا الغرب. هم فاسدون، وبتنا ندرك جيدا أنهم يقودوننا إلى الجحيم، ولكن نحن من نقرر إما أن نبقى ركابا في رحلتهم المشؤومة التي انطلقت منذ أكثر من 40 عاما، وإما أن نصبح نحن القادة لإعادة لبنان إلى بر الأمل. غدي بوموسى، قناة الجديد.